حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع رأيكم وتعليقاتكم وتشاركون ويانا في مواضيع حلقاتنا اللي نختارها كل يوم. بداية الفيديو اللي شفتوه هو حرق وإتلاف صور للخميني اللي رفعت بالعراق. أي شخص يحب يتصل بينا يقدر يتصل بينا على أرقام البرنامج، أرقام البرنامج راح تظهر أسفل الشاشة هنا، تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من الأرقام ذني ثلاثة تشوفون بالشريط من داخل العراق من خارج العراق على حد سواء، تقدرون تتصلون بينا على واحد من هاي الأرقام. أما هذا الرقم اللي راح تشوفوه هنا هذا مخصص لبرنامج الواتساب فقط، رسائل مكتوبة ما أقدر أستقبل به اتصال، ما أقدر أستقبل به رسالة صوتية، ما أقدر أستقبل به مكالمة فيديو، فلا حد يزعل علينا. أما الرقمين ذني تشوفوهن ذني الاثنين من داخل العراق من زاخل الفو، تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج. إذا عندكم خمس أرقام للاتصال، اثنين إلى داخل العراق، ثلاثة داخل وخارج العراق براحتكم، وعندنا رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب. اليوم اللجنة المنظمة للتظاهرات تدعو إلى إعلان عصيان مدني في كافة أرجاء العراق، وأنه هذا العصيان هو السبيل الوحيد لإنهاء المحاصصة الطائفية وتحقيق مطالب الشعب العراقي. متظاهرو ذي قار جددوا مطالباتهم بمحاسبة قتلة المتظاهرين اللي استشهدوا خلال ثورة تشرين. بالنجف المتظاهرين أغلقوا شوارع رئيسة وسط المحافظة ورددوا هتافات تندد بسياسة الحكومة وفساد الأحزاب وسوء الخدمات. هذن كلهن النقاط الرئيسية. بداية للي ما يعرف شنو هو العصيان المدني، احنا جبنا بعض النقاط اللي تأشر حول العصيان المدني. العصيان المدني تعريفه هو تعمد مخالفة قوانين وطلبات وأوامر محددة لحكومة أو قوة احتلال دون اللجوء إلى العنف، وهو من الأساليب المركزية للمقاومة السلمية وأحد الطرق التي ثار بها الناس على القوانين الجائرة. هذا التعريف مع العصيان المدني بشكل عام. العصيان المدني هو رفض متعمد وعلني وسلمي لطاعة الأوامر أو القوانين، ما يدل على رفض ذلك النظام بشكل كامل. هنالك العديد من الأزمنة التي استخدم فيها العصيان المدني كسلاح ضد السلطات وضد سلطات الاحتلال وضد الحكومات لرفضهم هذه النقطة. أكو تعاريف هواية موجودة عن العصيان المدني، لكن وجدنا شيء يبين العصيان المدني بالقانون العراقي. يقول أكدت نقابة المحامين أنه دستورية العصيان المدني، ولا يحق لرئيس الوزراء أو أي جهة معاقبة الموظفين والطلبة إذا أعلنوا العصيان المدني وفق المادة 38 من الدستور العراقي، ولا يحق لرئيس الوزراء أو أي جهة أن تقطع رواتبهم أو أن تحاسبهم نتيجة إعلانهم العصيان المدني. وأكدت امتلاكها نقابة المحامين، تأكد فريق قانوني متمكن من المحامين المتطوعين مجانا للدفاع عن المتظاهرين والمتضررين نتيجة محاسبة الحكومة للمعتصمين أو لمعلنين العصيان المدني. محمد من كربلاء ويانا، حياك الله. محمد؟ ألو أخوي. محمد إيه محمد حبيبي. حبيبي تفضل أغاتي. حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل. تفضل أغاتي محمد. الله يحفظك، الله يحفظك ويحفظ قناتكم المباركة. أستاذ محمد، أستاذ عمر. نعم. ألو. ألو أخويا، تعال هوا تفضل. محمد تسمعني؟ محمد تسمعني؟ لو تسمعني من التلفزيون يبدو أن محمد مدى يسمعني. كان من المفترض أن يدخل ويانا مصطفى من بغداد، لكن مصطفى أيضا لانقطاع الاتصال وياه. أتمنى يا مصطفى ترجع لنا. المادة 38 من الدستور العراقي جبنا لكم إياها، شو تقول؟ هو اسم المادة قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
المادة واحد، أولا حرية التعبير عن رأيه، هي حرية المواطن في التعبير عن أفكاره وآرائه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو بأي وسيلة أخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة. ثانيا حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية وفق القانون، خاصة المعلومات المتعلقة بأعمالها ومضمون أي قرار أو سياسة تخص الجمهور. التظاهر السلمي، تجمع عدد غير محدود من المواطنين للتعبير عن آرائهم المطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون، التي تنظم وتسير في الطرق والساحات العامة. حرية التعبير وعن الرأي وحق المعرفة والتظاهر السلمي أصبحت تهدد من في سدة الحكم وتخيفهم، لذلك يسكتون بالقوة وباستخدام العنف بالطريقة اللي تشوفوها بالعراق. سعد من الكويت حياك الله. يا هلا بالنشمي الطيب الغالي يا أستاذ أفل. أستاذ أفل، بالنسبة كما ذكرت حق المواطنة، لازم ينطو حق المواطنة، ينطو حقوقه كاملة بالدستور والقانون، هكذا نعرف يا أستاذي بالنسبة للمواطنة. أيضا يا أستاذي، أيضا بالنسبة يا أستاذي، أنتم عندكم نشام أو ظلم يصححوا المسار يا أستاذي. وحكومتكم أيضا حكومة عراقية، ولكن أيضا إحنا عندنا أيضا بعد للأسف فيه ناس عندنا يأكلون الخضر والرطب واليابس يا أستاذي، يأكلون أكل اللمة، يعني مثلا زحام سيارات تلوث جو يا أستاذي، وأكلوا قوت الفقير الغلبان المسكين اللي زي حالاتي، أغلبهم ملايين واحدة. وتحياتي لكل البرنامج. شكرا لك أخ سعد. بس أخ سعد، أنت قلت الحكومة اللي عندكم حكومة عراقية، هاي ما ظنيت بيها، يعني يعجبني أنه أردك في هاي الكلمة وأقول لك سامحنا اللي قلته غلط، لأن هم مو عراقيين، هم يدعون بأنهم عراقيين لكن عندهم جنسية ثانية، فتلقيهم واحدهم محتمي بجنسيته الثانية الإنجليزية الأمريكية الفرنسية الإيرانية، محتمي بهذه الجنسيات، وآخر ما يفكر به هو العراق. لو كانت هذه الحكومة عراقية بحتة لكانت دافعت عن الناس، لو كانت هذه الحكومة حكومة عراقية لكانت أعطت الحقوق للناس، لو كانت هذه الحكومة حكومة عراقية لما أكلت حق أحد من العراقيين، ولو كانت هذه الحكومة حكومة عراقية ما كان شفنا المظلومين اللي موجودين بالسجون والمعتقلين، ولو كانت هذه الحكومة حكومة عراقية ما كان شفنا حال العراق مثل ما نشوفه اليوم، زراعة ميتة، صناعة منتهية، وزارة التربية أبعد ما يكون عن شيء اسمه تربية، مدارس منتهية، مدارس طين، الصفوف تعبانة، الطلاب ما يقدرون يوصلون، تمطر الدنيا تفيض بغداد والمحافظات العراقية، يطلع المواطن يقول أنا هذا الحال ما يعجبني، يتلقاها يا برصاص حي يا يتلقاها بقنابل غاز مسيل للدموع غير مخصصة للاستخدام المدني، يعني قنابل غاز عسكرية، وتطلق على المتظاهرين بصورة مباشرة. وشفتوها من بداية ثورة تشرين لليوم قد شوهت ناس ودخلت في رؤوس أناس وقتلت ناس قنابل الغاز المسيل للدموع اللي من المفترض أن تطلق بطريقة مو بالطريقة اللي شفناها بالعراق، وتستخدم لتفريق جموع المتظاهرين، لكن استخدمت في العراق كسلاح قاتل. فأستاذ سعد، نعرف أن الشعب العراقي فيه رجال، لكن أن الحكومة العراقية عراقية صعبة، واحد من العراقيين يصدقك لما يكتشف أنه مليارات الدولة العراقية سرقت ونهبت من 2003 لليوم، صعب يصدق أنه هاي حكومة عراقية. لما يقرأ أبواب الفصل في ميزانية عام 2021 ويكتشف أنه هي ميزانية انفجارية وتعتبر أكبر ميزانية في تاريخ العراق، ويكتشف جوانب الصرف، واحد من عدها تنظيف الرئاسات الثلاث يوميا 36 مليون دينار، صعب يصدق. ولما يجون على وزارة الصناعة ووزارة الزراعة ونعطيها أقل من 1% من قيمة الموازنة العراقية وهن قطاعين حيويات، لو فعل قطاع الصناعة وفعل قطاع الزراعة في العراق لصار عندنا اكتفاء ذاتي في كثير من الأمور،
وكانت اكو اموال تجي الى الدوله العراقيه، ويمكن نلقى الميزانيه الانفجاريه بدل 160 او 164 يجوز 400 مليار او تريليون، وهم نشوفهم. صباح من بغداد، حياك الله. عليكم استاذ أفل، رحب بكم قناتكم الكريمه. هلا بيك اخوي. بالنسبه للتنسيقيات واللي طلبت عصيان يعني مدني شامل، المفروض هذا يكون من زمان، لان التظاهر بهيش طريقه والمده السابقه يعني خسارة لهم للمتظاهرين، من خطف، من قتل، من تغييب، من تهديد، من ضرب بيوتهم بالعبوات الصوتية أو غيرها. فهاي الفترة راحت، يعني ما يفيد ويا هيك حكومة عندها ميليشيات يعني تعلمت على جريمة وصارت مستفحلة بالعراق، وهي تعتبر نفسها فوق القانون. يعني المظاهرات السلمية ما تفيد وياهم، لازم عصيان مدني شامل، الدوائر غير المدنيين، كل عراقي يقول أني عراقي المفروض بي يسوي عصيان مدني. لا تطلعوا يا التظاهر بس، لا تداوم في سبيل واحد يخلص من هاي الأحزاب اللي قامها على قلوب كل العراقيين، سواء سنة والشيعة والأكراد، بدون يعني تسميات، لكن قام على قلوبنا هاي الأحزاب والحكومة. ما يمكن يعني التظاهر السلمي ورافعين علم راح يزيلون هاي الأحزاب، والانتخابات ما راح تمرر على رقاب كل العراقيين. إذا ظلهم هيك سلمية وينتظرون خطبة الجمعة أن الوكلاء السيستاني ايش راح يخطبون ويسوفون، وما فد يوم تهجمهم على القانون وعلى تطبيق القانون ضد المجرمين اللي قتلهم أكثر من 800 شهيد من المتظاهرين. المفروض كل الدوائر المدنية سوي عصيان ما يطلع يداوم، يقول لك تعالوا نفذوا مطالبنا. هاي الأحزاب فشلتوا في إدارة الدولة هاي 17 سنة 18 سنة، خلي غيركم يجي في سبيل ينهض بالعراق من هاي الأزمة الاقتصادية اللي أنتوا سبب بيها. يعني كل الأحزاب اللي شاركت ما عندها أي إنجاز، وكل السياسيين السنة أولا والشيعة ما عندهم أي إنجاز يذكر. يعني نريد نذكرهم بأي مجال، مجال الزراعة، الصناعة، الجيش، الداخلية، التجارة، ما عندهم أي إنجازات. ما نهضم بالعراق مثل ما كانوا يحجون بداية الاحتلال، والأمريكان قالوا راح نجيب الديمقراطية للعراقيين والحرية وبناء دولة، وعلى أساس القبل ما كانت عندنا دولة هم راح يجون يبنون الدولة. دولة عصابة دمرهم البنية التحتية للعراق 17 سنة، يعني لا بنا منشآت، لا بنا مصانع، لا طورهم، لا دعمهم الزراعة، ما سووا أي شيء، مجرد جايين للتخريب. وهم بلسنتهم البعض السياسيين مثل محمود المشهداني وغيره طلع يقول لك احنا جينا نخرب ما جينا نبني. فهاي حقيقتهم على المتظاهرين، يعرفون ان الاحزاب وميليشياتها ما يفيد بيها، هذول ولاهم الى ايران وقسم ولاء الى غير دول امريكا وغيرها، فهذول ما يخدمون الشعب العراقي. ولا عندنا امل احنا بالحكومه العراقيه الفاسده ان راح يطلع بصيص امل لو 1% من عندهم بالانتخابات القادمه. يعني ما يفيد بيهم، راح يظل يقتالون بالناس. والدليل هسه اكو عده ادله عليهم، هذا القانون العراقي، القضاء العراقي المسيس واللي مسيطر عليه حزب الدعوه وبدر، يعني بالاعدامات قضاه التمييز يميزون على 441 اعدام، كلهم ناس ابرياء، لان الراي العام ما يعرف الاوراق التحقيقيه مالتهم وشنو. وشفنا القانون العراقي والتمييز بالجرائم اللي صارت ضد المتظاهرين 800 ما كشفهم اي مجرم. يعني المجرمين احنا قالوا، تسمعني استاذ؟ وياك استاذ صباح. فالمجرمين اللي هم نعرفهم احنا تابعين للحشد، اللي هم ارتباطهم برئاسه الوزراء. يعني القانون العراقي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخليه وابو المخابرات وابو الامن الوطني واستخباراتك العسكريه وكل هاي المواضيع اللي ما بيها فائده، يعني ما كشفهم الاوراق التحقيقيه ل 800 شهيد من ابناء الجنوب. يعني كل تمهم اغتيالهم على سيارات دفع رباعي مالات الدوله، ويحملون باجات وكواتم، وتم اغتيال الناشطين، وتم تهديدهم، وتم تهجيرهم، وتم يعني اصابت اعداد هائله بال20,000 مصاب جراء العنف من الشغب والاتحاديه والجيش اللي صارت القمع المتظاهرين. فالقانون العراقي وتمييزه اللي يجي بس على الابرياء يعدمهم ما كشف المجرمين الحقيقيين. والمتظاهرين واهل الجنات بالجنوب يعرفون منو قتل ابنائهم، القبعات الزرق والعصابه بدر هي وراء اغتيال كل ابنائنا بالجنوب. فليش يصيرون فريسه بالتظاهر الجاي للميليشيات الطائفيه؟ المفروض هاي المقرات الموجوده بالجنوب
يعني يزيحها بالكامل بشفلات وأفلشها، لأن ذولي هم ذولي الناس الولائيين اللي شرهم على كل العراقيين، لا خلصانين من عندهم السنة من الظاهرة من 6 محافظات، ولا راح يخلصون أبناء الجنوب الشرفاء من قمع الميليشيات الطائفية القذرة اللي ما شفنا من عندهم لا بناء ولا أعمار، بس قتل وتهجير. يعني صح. نعم. شكرا لك أخ صباح. أبو مصطفى من المثنى، حياك الله يا أبو مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حياتي لكم وقناتكم الموقرة والمشاهدين. حياك الله أخوي العزيز. وحب أن أشارك بالنسبة للموضوع حلقة مالت اليوم بالنسبة للتظاهرات والاعتصامات. نعم. اللي تجتاح العراق من صار سنتين وبدون نتائج بصراحة. احنا المفروض كشعب عراقي نطلع كرجل واحد قلب على قلب، السنة والشيعة انا ما اتقبل هاي، احنا من الجنوب بعد انتهت هاي مات السنة والشيعة احنا كعراقيين المفروض نطلع كلنا احنا هبة رجل واحد على هذول اللي جاي يقتلوننا وجاي يستبيحون دمنا بكل الوسائل، الميليشيات ومقتدى وقيس الخزعلي وهاي الاوساخ اللي موجودة الان في الساحة العراقية. يعني من المستحيل إذا ما نخرج كل إحنا ونخرج وبعالي الصوت ونزيحهم، والله العظيم لن تقوم لنا قائمة، لأن ميليشياتهم مستمرة وقتلهم والدماء والسرقات وحتى الانتخابات لا نعول عليها الانتخابات حقيقة، ما طول موجود السلاح المنفلت، ما طول موجود الميليشيات الولائية وموجود إيران، إحنا ما نصير باسنا خير بصراحة. يعني خلينا نقول من الأخير دمرتنا إيران، إحنا الآن إحنا أبناء الجنوب اللي نمثل الشيعة أغلبيتنا الشيعة دمرونا وقتلونا وقتلونا على أساس إحنا أبناء جلدتهم وأبناء ملهم، فكيف أبناء السنة ماذا فعلوا بهم؟ أخي العزيز السنة والشيعة والكرد والكل الكل يطلع ماكو بعد، كافي بعد سكوت، تدمر بلدنا، كافي يا شعب كافي، انهض تدمر بلدنا. نعم شكرا لك ابو مصطفى. ام وسام من الطارميه، حياك الله. السلام عليكم. شلونك؟ عليكم السلام والرحمه والاكرام، هلا بيك امه. شلونك خاله؟ اقول بيك. لك خاله حكومتنا من يقول هذا الاخ عراقيه، وين اكو عراقيه؟ يقول لي عراقيه، يمتى عراقيين هم ذولي؟ أصلاً إيرانيين مؤصلين، ما في عراق عندنا، الأمريكي وحرامات به، ما في عراقي أصلاً، كلهم إيرانيين، لأن ولدنا جوا يديهم بالتعذيب، سووا بهم، لعبوا بهم طابة، سووا بولدنا، بعد شو سووا بينا؟ هاي قبل كم يوم حكم على 340 واحد، شو أعرف عنهم؟ إيش بيهم ذولي؟ طلعوا فجروا ورجعوا؟ ما طلعوا فجروا ورجعوا. يعني ليش جاي أذيهم هالشكل؟ والله حرام عليه أستاذ برهام، يعني صدق أذاني حيل، عبدنا راح ينقلنا أستاذ الكاظمي، إنه رجالة بعد أذيب منا، إنه برهام صارح طلع عنا صفح طلع عنا، يعني سلم ذنبهم ذول الشبابنا راح ينعدمون من وراء الشيء هم ما لهم لازم بيه، ما عليهم بيه، حرام عليهم، والله أذاني حيل. تشدوا بحنا نصبر، صبرنا هو صار سنين صابرين عليهم، اللي راحوا بالإرهاب، اللي راحوا مدري وين، والناس هسه ما تفرحوا علينا، أضربوا من الإرهاب، بعد وين سن الإرهاب؟ يعني الإرهاب راح موجود، بس هو ده يعني بلدنا استعدامات عيني أنا قدامنا. نعم. حرام عليه، والله حرام عليه، شنو ذنبهم بلدنا؟ يعني طلع أنت تتوقع شيء طلع فنجر ورجع لو عدة اتصالات وياهم. ما عندهم كل شيء ما عندهم وياهم، قاعدين بالسجون لا حول ولا قوة. شفت البارحة على البرنامج شريط أصفر الأكل مالتهم الأكل مالهم شو تخاوى البارحة؟ نعم. أكل حسن نعمة زبالة يقولنا يوم تستجيع 9000 دينار، هذا قد يسوون 9000 دينار زبالة حاطينه بخاصينهم وده يوكلوهم، نروح ننطيهم احنا اليوميات يلا يقدرون ياكلون، هاي صار 7 اشهر ما رايحت له، لا منطيته فلوس لا منطيته كل شيء، شنو ذنبه هذا يا ابني؟ يعني شنو ذنبه؟ نعم. وما ادري يجوز عدمه، كل شيء يصير يجوز عدمه. نعم. والله يجوز عدمهم، مش مدري انا ادري بيه؟
لا حول ولا قوة، احنا قاعدين ببيتنا وساكتين، ما ندري فيهم شكوا وماكو، انا اطلع بالتلفزيون وبس. يعني ما يقدر هذا القرار يتراجع عنه لو عدمهم خالص. سمعتوا بيهم عدمهم بعدهم. نعم. خالص استاذ رفد؟ نعم. هذول بالسجن العصا وبعدهم. والله حجية ما نعرف، احنا يعني حكينا القرار اللي عرفناه. صحيح. يعني سند ابن والله والله داخل انذار، هاي صار اسبوع ازيد والله العظيم داخل انذار قد مره. اقول خاف اروح وقولوا لي ابنك العذا، ايش اسوي لي ست ساعات؟ احكي لي ست ساعات شو اقول يعني؟ اتوقعي من اروح يقولوا لي ابنك عيد مال سياح. ست ساعات شو اخلي قتلوني راسا، في نفس الدقيقه بدهم قتلوني. خلصوني من حياتي شكو عايشه. والله. نعم شكرا. تحت الطيران فجروها غيرها فجروها، يعني كعكة عادية. احزابنا ترى احزابنا كلها من ورا الاحزاب، بس هو مغلس يدري بهم هم، بس مغلس. قلنا الكاظم اجانا راح يرفعنا شويه، الحلبوسي نفس الشيء، هذاك كلهم كلهم ما يفيدون، كلهم ما يفيدون، لا حلبوسي لا كاظمي لا برهم صالح. نعم. والله لو يبدلون الحكومه يحطون اسرائيليين ارحم من عندهم هواي هواي، ارحم منهم هواي هواي، لان ذاك عنده رحمه حتى بدينا ما يكفر. احنا سامعين الكفر مال العراقيين يكفرون، ما يخلون حائط ما ينزلوه، بس هم ما عندهم لا غيره ولا غرغره. فرد نوب صايرين منتهيين، فرد نوب حايرين الكراسي. قال بعد الانتخابات ما زت فيه اجموا بيوتنا، كل بيت خلوه بيت امه كان بيته فاتحه، بعد ما زت الانتخابات من راح ينتخب؟ كفيلك الله لو يغنوني ما خلي واحد يوصل، لو يغنوني غني يخلي البطاقه من بعد ما نشتغل فيها بعد ما نريدها، البطاقه احنا نريدها، يغشمرون علينا يهددونها اذا ما نجيبوها بالنفوس، ما نخليكم تطبون اذا ما عندكم بطاقه ما تدفعون تنتخبون، ما نطلع ننتخب، شو يسوون خلي يسوون. يعني اتوقعوا راح نروح ننتخب ونقول هذا فلان نريده وهذا فلان نريده، لا والله ما نريد احد، كل احد ما نريد من ذول العراقيين اصلا فرده، مو عراقيين ايرانيين، ايرانيين مقصرين اصلا. ويقولون احنا عراقيين كذب مو عراقيين. واشكرك خاله علي. شكرا شكرا لك حجيه. ابو شيماء من بغداد حياك الله. الله يسعدك. هلا بيك اخوي. اقول هذول مو ايرانيين، اقول السعوديين ذول. هاي التحكي هسه. من هم؟ ذول التحكي عليه. من هم؟ انا عليه ما حكيت ليش؟ في ما راح انت علي من علي من علي من حكيت ثاني؟ انا في هذه التحكي تقول لك ايرانيين ما ايران، اقول لو ايران ومو ايران ناس من العراق اه اي مو قاسم سليماني سعودي صحيح. من عندكم قاسم سليماني واكثر من اي وهاب ساقط قاسم سليماني. تعرف ايش راح اجاوبك؟ اقول تعرف ايش راح اجاوبك؟ جاوب 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 شو جاوبني؟ هذا الشريف اللي راح يساعدكم يا محاد، هذا جا لو مو هو يساعدكم هو تشلب يحب خناقه. راح اجاوبك بهالجواب، ما اعرف شو مشلبين بايران، ما اعرف شو مسويت لهم ايران. شو من يوم طبت يا من يوم طبت للبلد، هي من ايام سومر وبابل كارهه هالبلد هذا، لا يحبون العرب ولا يردوهم ولا يردون العراقيين، ولا فادوهم ولا بنوا لهم شيء ولا قدموا لهم شيء ولا سووا لهم شيء، باقوهم ونهبوهم واخذوا خيرات البلد ودمروا الناس وقتلوا الناس وهجروا الناس، ويجي يقول لي قاسم سليماني اشرف واحد بالبلد. مع الاسف مع الأسف أنه شخص يعتبر نفسه عراقي ويدافع عن شخص مو عراقي. إحنا نحكي على الحكومات موصوش بينا والألا بينا، والنموذج هذا أبو شيماء واحد من هالنماذج. عندنا اتصال محمد من كربلاء، رجعنا حياك الله يا محمد. السلام عليكم أبو جاسم. حبيب قلبي هلا بيك أخوي. الله يحفظكم ويحفظ قناتكم المباركة، قناتكم قناة الوحيدة اللي تنقل الحقيقة والله العظيم. واجبنا أخوي. زين والله العظيم أنتم قناتكم هي الوحيدة تنقل الحقيقة. زين أستاذ محمد، بالنسبة للحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية، نعم
هي دمار العراق بالنسبه للمغيبين، بالنسبه للسجناء، بالنسبه للدمار البلد. زين هم دول ما عندهم ولاء للعراق ولا عندهم حب للعراق. نعم. جنسياتهم امريكيه وبريطانيه بحال العراق. هم دمروا العراق، هم نهوا العراق. زين يا اخويا اخويا محمد دير بالك، لا ابو شيماء يزعل عليك. لا علي من ابو شيماء، ابو شيماء انسان هذا ما اعرف الزعل والظل هذا براحته. ودمار العراق هم اقول لك من الاخير استاذ محمد، دمار العراق الميليشيات وايران والله العظيم. زين استاذ محمد تسمعني؟ اسمعك اخوي. تسمعني؟ اسمعك غاتي. استاذ محمد هسه انا ماكو، انا هسه نعم جرت الصخر ما اقدر اطلقه. ايش رايك بهذا الحكي؟ لا انا ولا غيري، بس توصل جرت الصخر ما اقدر اطلقه 15 كيلو عني. زين هم 30 الميليشيات و30 الاحزاب والمن جاي والمن رايح، كل واحد عراق هسه يقدر يطلق جرت الصخر. زين من وراء ميليشيات هاي القذره والاحزاب والحكومه التعبانه دمرت البلد والله العظيم دمرونه والله. زين واشكركم والله يحفظكم ويحفظ قناتكم المباركه استاذ. سلمك سلمك يسلمك اغاتي، سلمك ربي، اشكرك مشكوره لك. صباح من بغداد رجع لنا مره ثانيه، حياك الله يا صباح. السلام عليكم استاذ افل. عليك السلام والرحمه. والله احنا من متابعين القناه ونفرح من نشوف اخواننا بالجنوب يتصلون عليها ويمجدون بالقناه وانها تنقل الحقائق، ويعني وندري بيكم انتم ما تقبلون التجاوز على كل الاطياف الموجوده. نعم. لكن هذا ابو شيماء وامثال ابو شيماء اذا يسمعني هسه بالتاكيد يسمعني، احنا نريد نساله يعني 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 هل بهاي التفجيرات مسكه معهد سعودي واعترف ان من السعوديه؟ كل فبركه تحقيقات كاذبه. اللي يصير خرق من السيطرات الموجوده والحواجز الامنيه الموجوده والحشد الموجود بساحه التحرير، هم ذول اللي فجروا، هم ذول الاجهزه الامنيه الموجوده المسؤول على قاطع ساحه الطيران، هم وراء التفجير. فما اجى سعودي ولا غيره، اخواننا السعوديين احنا من علاقه بالسياسات الخارجيه والحكام وغيرها، كشعب السعوديه اخوتنا وكل الدول العربية أخوتنا. لكن نريد نسأل أبو شيماء وأمثال أبو شيماء الولائيين الزينبيين اللي وفاطميين اللي من الهند وباكستان ومن حزب الله الموجود اللبناني بكربلاء وبصحراء الأنبار وعلى الحدود، ذول وشنو جنسياتهم؟ والإيرانيين الحرس الثوري الموجودين داخل العراق وعندهم مقرات، يعني عدة جنسيات مع الحشد تقاتل، صيني وهندي وباكستاني وافغاني وفاطميون، كلهم جنسيات ما لها وجود بالعراق. من جابهم؟ جابوهم هم امثال ابو شيماء اللي هم خونه وعملاء ويدافعون على ايران. احنا من دافع على دوله؟ كائن من تكون الدوله العربيه او الدول العربيه، من دافع على حكومه وهي ما اذت العراق؟ كل الحكام العرب اذوا العراق وما وقفونا بهاي المحنه اللي احنا صار لنا 17 سنه. واول دوله اللي اذت العراق هي امريكا وايران، احنا محتلين من قبل امريكا وايران لان امريكا سلمت الحشد. طيب. وامريكا كانت هم اللي يسوون لنا احنا ابناء سفارات. امريكا كانت تسوي لهم غطاء جوي بتدمير الموصل يعني والانبار وبيجي. هو هذا رايه، وبنشكرك لدفاعك عن قناه الرافدين. اعتذر منك واشكرك لاتصالك بينا مره ثانيه، بس عندي اتصالات كثيره. ابو احمد من الفلوجه حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أبو شيماء هذا العامري مو قاتل بإيران وهسه قلسون يبوسون بديه، مو ده قاتل بينا. أنا ما شايف شعب يحب الخاين يقدره، يعني هم شو يحتاجون يسوون؟ هاي مو بس هاي، ذاك شو عندهم الشعر ما شعر يقول قيطان أبو مهدي المهندس تسمع عقولكم. هم الاهالي دي يسولفون هيك مو سياسيين، يعني اهالي نعم يعني الغربيه بنواتم اللي راح حق المحاكم التونسي والمدري شو انا ما شايفين هيك كره للسنه لما تكرهون اليهود لما تكرهون النصارى، يعني شو فيها كارثه ما توصل سوالفهم مطره والله. يقول عمي ناس يعني ما والله ما اقدر وحتى ما اقدر ما اتحمل انا اذا اطلع، يعني سوالف بالقلب يا اخي احنا اخوان. انت من تجي الغربيه قالت الغربيه المساكين هذول بالحوت يعدموهم، يا ادري عمي
كانوا ماخذين الحاله بدون جريمه. لا عند دفع. اعدموهم، اعدموا خسوا اطفالهم. وانكم احنا هسه اترك السياسيين، قول الاهالي، لا شوف قانون بيها. الكتاب الصعب ابو مهدي المهندس سيطر يا عمي شنو هالمصيبه هاي؟ انا ما شايف ابد ابد شعب يحب الخاين، يعني هذا العامري مو خاين من كان يقرر يوبر الجيش. هم هم ذول السياسيين هم الاهالي هيك. نعم، شكرا شكرا لك ابو احمد. ابو محمد من اربيل حياك الله. السلام عليكم استاذ افعل. هلا بيك اخوي. استاذ افعل، اريد اسال هذا ابو شيماء، هذا ايراني لو عراقي هذا؟ وهذا فارسي، اكبر فارسي هذا، والله مو ولا العراق هذا، هذا فارسي هذا عجمي هذا. جمع العراق هذا مجلسين فهم جنسية عراقية ذولا. ابو محمد عنده رايه وهو حربي، يعني احنا ما نقدر نجبر على شيء. هذا مو رايي ابو استاذ، هذا ايراني علمي هذا، المفروض انت راسا تقطع الاتصال من عند هذا. هذا ما نريد نسمع هيك اصوات هنا النشاط. وانا اقول لك استاذ افل، تفجير الطيران، تفجير ساحه الطيران، والله العظيم 100% جماعه بدر بها، هم فجروا ساعة الطيران، فجر واحد خلوه به عبوه ومن كنترول ومبين شو اسمه واحد من احد العمارات راسه قبل لا يتفجر، قال ها راح يتفجر. هم ذولا ايرانيين، ذولا دمروا العراق، ذولا الايرانيين المفروض من البدايه اول ما اجى هذا العامري، هذا العامري لما اجى قال اني ولائي ايراني والخامنئي من قال حرب واذا قال سلم المفروض من ذاك الوقت ذولا ما يخلوهم بالعراق، المفروض يطلعوهم يطردوهم. وارد اطول عليك استاذ افل، رحم الله والديك. شكرا شكرا لك ابو محمد. عبد الرزاق من بابل ويانا، حياك الله يا عبد الرزاق. عليكم السلام والرحمه والاكرام. انت رضوج من البيعات وهواي ديول بل اثر الظهر، هذه مثلا عاديه اكو ديول، هو لو ما يوصل هالمرحله هذه. انا يا حاج احزب نفسي من شفت الدور محطات الكهرباء، يعني حكوميه والدوله صارفه عليها فيها المافيات، يادري شلون يصير هذا؟ انا بس اريد افتهم يا ناس، يعني الدوله هذه صارفه عليها اموال وعمرتها وصرفت عليها وساري مساري، يا تشتريها يعني ما معقوله يعني راح. نعم ما معناته حتى العراقيين راح يبيعوهم، يعني فتشيع حزب النفس، لان هم الدستور مالتهم هذا الدستور مالتهم مال الدستور مالتهم بانهم ما يجوز بيع اموال الدوله اللي انتم اتفقتوا عليه تناقضوه، يعني عجيبه انا صراحه، يعني حسب المواد مالتهم الدستوريه يجوز بيع اموال الدوله الا تكون لا يعني زين بالنسبه لل نعم زين مكافحه الفساد المن، بس اريد افهم يعني مكافحه الفساد شنو مجسمين وسمج، يأدري مكافحه الفساد غير على الناس اللي طالعه عن الطريق، الناس اللي ما منظر. انت يا رئيس الوزراء انت جاي تشجع على هذا الشيء، انت هسه الشيء الاخر اللي اليوم يعني صراحه اداني حيل، الشركات الايرانيه تستثمر بالعماره بالمنطقه يسمونها الحقيقه، يعني ما معناته مع كل الاسف اللي سقطت من الابناء الحرب العراقية الإيرانية والشهداء، يعني
نصيحه من شهدائنا نقول لهم يعني مع كل الاسف دماءكم يعني اللي دافعتوا عن تربه العراق وشعب اعتذر منك اخ عبد الرزاق، بس صدقا اكو مشكله بالصوت، جزء كثير من الكلام دا يضيع. شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا في برنامج صوتكم. ام سرى من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. بس بدون زحمه اخوي احب اعلق على المشترك نفس اللي خابر ابو شيماء. نعم. يعني احنا العراقيين المفروض هسه ارقى الشعوب، ومستوى تفكيرنا مستوى عقلنا راقي زين بحيث نوصل لمرحله كافي طائفيه. يعني احنا تدمرنا، احنا شبو قرينا، نص السنه راحت تكتلت، نص الشيعه راحت تكتلت، كافي طائفيه عيب. بالنسبه للسليماني والمهندس حسبي الله ونعم الوكيل عليهم ان شاء الله، هم سبب دمارنا، والله يلعنهم ويلعن مقتدى ويلعن الحكيم ويلعنهم واحد واحد اللي هم مرتاحين واحنا بدنا ناكلها. شبابنا سواء سنة أو شيعة كلها راحت، كلها تدمرت، ولحد الآن أكو عقول متخلفة مثل أبو شيماء يجي يقول مع احتراماتي إليك قيطانة يسوى مدري شنو مدري شنو، على شنو يسوى؟ هم هذول اللي دمرونا، هم هذول اللي سبب خرابنا، هم هذول اللي بسببهم شبابنا كلها لو بالسجون لو جوا القبور. يعني أنتوا تدافعون عليهم ليش؟ أنت شنو أنت أبو شيماء؟ روح حل مثلك. يعني شنو هالعقل هذا؟ شنو هالتخلف؟ اللي مش وقت يظلون بهذا المستوى مع التخلف العقلي. يعني احنا ايران هجمت بلدنا، ضيعت شبابنا، موتتهم، وكل هذا يجون يدافعون عليهم، هسهم هم يدافعون علينا؟ وهم كل ما يشوفون عراقي يقرصون ويأذون ويضربون، هاي بالنسبة للسياحة عندهم هناك ايامهم، اذا شافوا لهم عراقي قبل دفعوا قرصوا ضربوا أذوا، واحنا هنا مقدسيهم مسويهم هم سبب شيء، وهم سبب دمار، هم سبب خرابي. شو حرام عليكم، حرام عليكم، ضعنا احنا بسبب ايران وسبب هالفشله، سواء مقتدى وسواء الحكيم وسواء غيره وغيره والمهندس وما ادري من هو. هم هذول شنو يعني؟ هم هذول رسالات المجتمع، هم اللي دمروا المجتمع. احنا لا تعليم بخير ولا مستوى ثقافي بخير، يعني لي وين راح نوصل بعد؟ كل هذا بسبب ايران، ولا زالوا يدافعون عن ايران. شو يريدون يوصلون بعد اكثر؟ اذا حابين ايران هيك روحوا يمهم، روحوا عيشوا يمهم، لقوا بيهم هيك، عرفونا احنا خلي نشوف نفسنا. نعم، شكرا شكرا لك ام سرى. مصطفى السيد من مصر حياك الله. اي حياك الله اخويا. هذا بيك غاتي. يا هلا. بقول لحضرتك بالنسبة لفكرة العصيان المدني، فكرة محترمة جدا، فكرة قديمة جديدة. فندعو الله عز وجل إن شعبنا العراقي البطل يتحد ويعمل فعلا عصيان مدني شامل يشيل لجميع مناخ الحياة ويطرد المرتزقة الإيرانيين والأفغان والباكستانيين، ولو حتى في مصريين برضه اكرشوهم، برضه اكرشوا كل العمالة الأجنبية. وحرروا أمن الوطن. هو العصيان المدني طبعا ما حدش هيقدر يتكلم فيه، حصل في الهند وحصل في الدول كتير جدا، يعني قديم جديد. هي فكره فعاله. ندعو قاده الثوره والناشطين والثوريين لتفعيل الفكره، تفعيل الفكره اللي احنا هنضيعه. البرت والامريكان وعصابات تنظيم الدوله وعصابات تنظيم الاحزاب والصهاينه، استعمار يا عمي، استعمار يا عمي، واجتياح اوطاننا بالطريقه. نعم. قطع الاتصال يا الاخ مصطفى، شكرا جزيلا لك لانضمامك. ان رمضان من الموصل حياك الله. السلام عليكم استاذ العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام غاتي. تحياتي لكم جميعا استاذ العزيز من القناه. حياك الله اخويا. والله يا استاذ العزيز بالنسبه ليل والنهار دول ما يمشوا وياهم الا الشعب يقوم عليهم. وبتاريخ العراق، بتاريخ العراق هويه تنطي 150 الف يلا يطلعوا لك اياها، 150 الف يلا يطلعوا لك اياها، يطلعوا لك 100 برتيغه، يطلعوا لك 100 لعبه، تعطي المغام، ارجع على الاستخبارات، تعال على المخابرات، تعال على وين اكو هيجي، وين اكو هيجي؟ انا كنت اشتغل بشركه طلعوني من الشركه 60 واحد قالوا انتم محافظتكم اول ما اجي على داعش استحلى، لازم انتم تطلعون، قضوها طلعونا.
يعني يعاقبون حتى العام اللي يعاقبون يعني يريدون بس حجة وين اكو يتحكم؟ بالنسبة لي ماكو حكومة بصراحة. ماكو حكومة والشعب صوت الشعب لازم يقوم عليهم شفنا بعد شفنا. نعم. خطير ولا ذولا شو يسووا خطير ولا؟ إذا كل المحافظات تقوم عليهم والله أسبوع ما يبغون أنا أكفلك أسبوع واحد ما يبغون. خلي كل المحافظات تقوم عليهم أسبوع واحد فلا ولا واحد كلهم يلزمون. نعم. احنا شفناهم احنا شفناهم ب 2014 كلهم يهزمون والله قاموا يهزمون مثل الجرار قاموا يطلعون قوم عليهم هم يهزمون كلهم فوري وفي مال لا في مال الشعب يخلص منهم. نعم شكرا شكرا لك اخ رمضان. يعني نهاية حكي ذولا ما لهم سارة. اعتذر منك بس الوقت ادركني. محمد من السعودية حياك الله. الو بي هلا اخ محمد تفضل. ابو محمد حياك الله يا ابو محمد. قال تعالى اعدوا لهم ما استطعتم من قوة وقال تعالى اخرجوهم من حيث اخرجوكم وقال تعالى اقتلوهم حيث سكفتموهم والمثل يقول ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة. يا ثوار العراق هددوهم بالتصعيد هو والتصعيد ليس بإحراق الكفرات التصعيد هو حمل السلاح والمواجهة. هددوا ميليشيا وأحزاب إيران أنكم سوف تقتلون بالسلاح. تراهم جبنة وأنتم تواجهون السلاح بصدور عالية. احملوا أسلحتكم وتوجهوا إلى إيران لا توجهوا إذا سقطت إيران سقطت العراق. والسلام عليكم. شكرا لك أخ أبو محمد. أحمد من الديوانية حياك الله. أحمد انقطع الاتصال يا الأخ أحمد من الديوانية. أما فيما يخص رسالة الواتساب السلام عليكم. أبو زين العابدين من البصرة أحد الخطباء يقول إيران ترتبط معنا بالحس العقائدي فنقول له إيران أجرم كثيرا بحق الشعب العراقي وقضت على سعادته وأمنه واستقراره من أجل مصالح الخاصة فأي حس عقائدي تتحدث عنه؟ هذا الذي اتصل بكم منافق ويقول أننا نحبهم. لا الحكومة إيرانية أمريكية أنتم دمرتم العراق وشردتم العراقيين. هؤلاء عصابة تبع الخميني. صح لسانك. أي واحد يقول ويحكي عن كلاب إيران ليس عراقي. إيران أم الإرهاب دمر والعراق من 2003 لليوم. أي عراقي يحكي ويمدح إيران ليس بعراقي. أهل العراق أهل الحضارة أهل النخوة. حفظ الله العراق من إيران وأمريكا وكلابهم وعليهم اللعنة إن شاء الله. السلام عليكم فريقنا الرافدين المحترمين. الله يعز علينا المنظر اللي نشوفه في هذه يعز علينا المنظر اللي نشوفه بهذا الشعب وهذا البلد اللي كان بيوم من الأيام بوابة للشرق الأوسط. تحياتي عراقي مقيم في عمان. رد على أبو شيماء أقول له أنت وداعش وجهين العملة واحدة. أنتم مو عراقيين وما عندكم أي غيرة ولا أي دين. إحنا العراقيين مو أنتم. أنا أقول لأبو شيماء أنت لست عربي ولست عراقي أنت فارسي عجمي والعراق ليس بلدك أنت تبعية. وأقول لعاش العراق عاشت الأمة العربية وعاش العرب والشعب العربي العظيم وتبا لكل من يتبع إيران وأمثالها. السلام عليكم أخ أفل. والله الشعب عبيد ويخاف من الأحزاب. اصحى يا شعب كافي. أخي العزيز السلام عليكم وتحية طيبة لقناة الرافدين الفضائية. أفعل العصيان المدني يجب فعلا العصيان المدني يجب أن يفعله الشعب العراقي وأن يعلم بهذا الشيء أن يعمل بهذا الشيء. يجب على الشعب العراقي بالضرب أو بالإضراب بكل الدوائر الحكومية في العصيان المدني من الشمال إلى الجنوب حتى تسقط هذه الحكومة الفاسدة هذه الحكومة الإيرانية وأحزابها الموالية لإيران. تحياتي لك يا أخي العزيز.
وهذا هو الحل في إسقاط العملية السياسية العراقية. وأي شخص يتكلم الآن على قناتكم الشريفة يروح فدوى للعراقيين الشرفاء. أرجو منكم إيصال هذه الرسالة. هذا ليس عراقي، هذا إيراني، ابن إيراني وشارب من عجمية. مشاهدينا الكرام، احنا كنا دا نحكي على العصيان المدني، وجبنا انه اكو ماده بالدستور العراقي دا تحكي عن العصيان المدني. اجانا واحد وحكي عن ما صار في ساحه الطيران. راح ارجع له واقول له اللواء يحيى رسول الناطق الرسمي باسم قياده عمليات بغداد طلع ويقول انه احنا كانت عندنا معلومات انه اكو تفجيرات راح تصير ببغداد، بس احنا ما صدقنا، عبالنا دا يشاقون ويانا. ما اعرف شنو قياده العمليات هاي، او ما اعرف شنو الاستخبارات اللي موجودة اللي تجيها معلومات عن تفجير وما تصدق. المهم، أما إذا كان اللي فجر نفسه بساحة الطيران بالتفجير المزدوج فهو عربي الجنسية، فقرر عن الحكومة أنتوا تدينون نفسكم بنفسكم. شلون طبوا للعراق وشلون تحركوا ومين جابوا العبوات الناسفة، مين جابوا الحزام الناسف، وانتوا عندكم معلومات تأكد انه اكو تفجيرات راح تصير، شلون ما لقفتوهم، منو اللي كتبها، منو اللي صنع الحزام الناسف، منو اللي لبسيها، منو اللي نطال امر، ليش ساحة الطيران، هاي كلها نقاط راح تساءلون عليها اذا انتم تقولون انه احنا نعرف وهذا من فلان جنسية وهذا من فلان مكان وهيجي صار. سكتوا أحسن لكم، لأن ما حد يعرف شيء. اللي يعرف هي الأحزاب نفسها، لأن هي تندل. وسألوا لواء رسول يحيى رسول اللي فجر من الأرجنتين لو من غير دولة. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بنفس الموعد. في أمان الله.